ليكي أنا آسف كتير إني زعجتك، بس كنت عم سانجاي؟ شوفي أنت منيح سانجو؟ ولا شي، شفت حلم حلو بس. شو حلمت إني صرت ضابط بالشرطة سانجو؟ صح؟ شلون عرفتي؟ شفت الفرحة بعيونك وعلى وشك، مبسوط لي أكتر ما تنبسط لحالك. إيه كنت مبسوط أكتر منك بالحلم. بتعرفي براقي؟ باليوم يلي رح تطلع فيه نتيجتك وتصيري ضابط شرطة رح كون أسعد إنسان بكل العالم، أسعد حدا. وبصراحة خايف على حالي يطير عقلي من الفرحة. نتيجتي بتبين إذا رح صير ضابط بالشرطة، بس أنت خليتني أكتر بنت مبسوطة بكل العالم سانجو، حتى بعد كل شي صار فينا. عم تعمل كتير مشاني سانجاي، أنت بتفكر وبتهتم فيني، حتى بأحلامك بتشوف أحلامي عم تتحقق. أوه، في حدا مبسوط أكتر مني شي؟ ما بعرف، بس في شعور جواتي إنه هذا الوضع رح يتغير عن قريب، قريب كتير. اي معك حق. صباح الخير بابا، صباح الخير ماما. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير عمي. صباح الخير حبيبي. اليوم مو بس صباح الخير، اليوم كله رح يكون خير. رح يكون في أخبار مهمة بتخص مشروع الجامعة تبعك سانجاي. تعال هي الشاي السخن تبعك، تعال شوف الجريدة، في شي خبر مميز؟ بالحقيقة رح أقلك شو الشي المميز اليوم. شو؟ شوفي شوفي سانجو، ليش انصدمت؟ شو اللي مكتوب بالجريدة؟ خبرنا شوفي، شو هذا الخبر الغريب؟ يلي صاير عن جد كتير كبير عمي. الامتحانات التنافسية اليوم، بس الأسئلة فوراً تسربي، لازم تحطوا أسئلة جديدة. تسريب أوراق الامتحانات التنافسية ووضع أسئلة جديدة بدلاً منها. أولئك الذين سربوا الأوراق ما زالوا في صدمة. يا عيني يا عيني، لك شو هالناس اللي عايشين معها؟ معقول تتسرب أوراق الامتحانات المهمة؟